وماذا يعني هذا الصمت عندما يكون الأسرى المرضى على شفا الاستشهاد؟ أنا بوصل رسالة للعالم كله إنه انظروا لقضيتنا، يعني القضية هاي قضية عالمية، قضية اتفاق دولي، كان اتفاق مصري ألماني، فيعني إلى متى؟ 8 سنين إلهم، ما في عليهم أي تهمة ولا أي شيء عليهم، فنتمنى إنه أي حدا ينظر للموضوع بعين جدية. يعني في البداية كان 22 سنة، بعدين هلأ 8 سنين، فمجموعه 30 سنة. هذه الوقفة تأتي في ذكرى اعتقال وإعادة اعتقال الأسرى الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار، بالتزامن مع الجهود من أجل العمل على إطلاق سراحهم وإطلاق نداء للوسطاء الذين عملوا على إتمام هذه الصفقة لكي يتحملوا مسؤوليتهم في الإفراج عنهم. الأسير نائل البرغوثي هو أقدم أسير على وجه الأرض، آن الأوان لإرادة سياسية فلسطينية وعربية من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم. أيضا هذه الوقفة تأتي نصرة للأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، ريان وعواودي ورفاقهم الذين يواصلون هذه المعركة رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. نطالب بتحرك دولي فوري من أجل إنقاذ حياتهم. رسالتنا مطالبنا إنه ربنا يفرجها عليهم إن شاء الله، وأملنا بربنا ثم بالمقاومة. المقاومة وعدت زي ما طلعتهم أول مرة، إن شاء الله بتطلعهم ثاني مرة. بدي وفي السنة 15، هي الذكرى الثامنة بعد الاعتقال الأول. يعني ربيع لما انسجن كانت بسان سنة وثلاث شهور، كنت حامل بالولد 4 شهور، خلفته وهو في السجن، شافه بعد سنة. كل يوم كل دكيكة بيسألوا عن أبوهم، بتمنوا يعني وين تيجي الزيارة ونروح نشوف أبونا. حتى يوم من الأيام بحكي لي في فترة كورونا ما زاروا الأولاد، قعدوا 3 سنين تقريبا ما شافهم. بحكي لي ابني ماما نسيت شكل بابا، بحكي له حبيبي هاي الصور ملانات شوفهم، بحكي لي لا ما هو تغير، بحكي له لا زي ما هو بس شعراته شايب، بحكي لي لا أنا بقص من شعري وبلزق لشعراته. فكل دقيقة وكل ثانية يعني نتمنى يكون معهم، يربيهم، يدير باله عليهم، يعني الله يجمعنا قريبا إن شاء الله جميعا.